بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، ألا وهو حوامل الكابلات أو الكيبل تري. زي ما حضراتكم شايفين في الصورة شكل الكيبل تري. الكيبل تري في منه أنواع مختلفة، هنبدأ نتعرف عليها ونشوف كتالوجات مختلفة لحوامل الكابلات. زي ما حضرتك شايف الكيبل تري ده اللي قدامنا ده بيرفوريتد كيبل تري، يعني كيبل تري مخرم او مثقب. هنشوف الويدث او العرض الخاص بالكيبل تري اللي هو الجزء الخاص بالعرض اللي هو ده، وهنشوف الهايت الارتفاع، هنشوف النوع بتاع البندنج الاخير، هل هو معمول له بندنج لجوه او لبره. هنشوف الكلام ده بالتفصيل في الكتالوجات. في اشكال وانواع مختلفة من الكيبل تري. طبعا في عندي نوع الكيبل تري ويز كفر وفي ويزاوت كفر. في عندي الكيبل ترانك، ترانك بيبقى مقفل من كل الاتجاهات ومش برفوريتد. في عندي الكيبل لادر اللي هو السلم اللي انا بستخدمه في ان انا برفع بيه كابلات ادخلها على محول مثلا او ادخلها على اي مكون. زي ما احنا شايفين كده في الصوره في عندي كيبل تري موجود على الروف. حاجة مهمة جدا يا شباب، لازم الكيبل تري اللي موجود على الروف يبقى ويز كفر عشان ما يدخلش داخل الكيبل تري أي حاجة، أمطار، أي جسم غريب يدخل داخل الكيبل تري ويأثر على الكابلات. بنشوف أشكال مختلفة من الكيبل تري، بنشوف الكابلات متنظمة ازاي على الكيبل تري أو مترتبة ازاي زي ما شفنا في محاضرة الكابلات. هنشوف القطع المستقيمة وهنشوف الأكسسوارز والفيتنج الخاصة بالكيبل تري. تعريف الكيبل تري هي عبارة عن حوامل معدنية، تمام، بنحط عليها الكابلات، بتكون بيرفوريتد. بيرفوريتد تريز، يا ريت نحفظ الكلمة دي، بيرفوريتد يعني مثقب أو مخرم، أو بتكون سوليد. السوليد اللي هو الكيبل ترانك، يبقى أنا في عندي البيرفوريتد اللي هو الكيبل تري وفي عندي السوليد بيبقى ترانك. طبعا الماتيريال نفسها بيتم معالجتها يا اما على البارد او على الساخن، فبيتعمل باستخدام الكولد ديب جلفرايز تري او الجلفنه على الساخن. معظم الشغل بتاعنا بنشتغل الجلفنه على الساخن او بيسموها الهوت ديب جلفرايز تري. طبعا الكابل تري انا اقدر اصنع منها مقاسات مختلفه حسب الطلب، ولكن في بعض المقاسات بتبقى ستاندرد زي الويدث. لما يكون الويدث ده مثلا سي 5 سنتي او 10 سنتي، في عندي 5 و10، في 15 ده ستاندرد، في 30، في 45، في 60، في 80، في ستاندرد تانية كتير. وممكن يكون الارتفاعات او الهايت بتاع الكيبل تري المشهور جدا اللي هو 5 سنتي وال10 سنتي. طبعا بيفرق في الكيبل تري السماكة او السيكنس. طبعا في سيكنس 1 ملي وفي سيكنس 1.2 وفي سيكنس 1.5، في مقاسات اللي بتوصل الويدث بتاعها ل 60 سنتي، وفي سمكات بتبقى 2 وفي 2.5 في المقاسات الكبيره، ممكن 60 سنتي او 80 سنتي او 1 متر الويدث بتاعه. طبعا التخانات دي بتبقى معموله على اساس ان الكيبل تري ده يتحمل وزن الكابلات اللي هتركب عليه. طبعا زي ما قلنا في الاول بيبقى في ويز كفر او ويز اوت كفر، يعني تتوفر بغطاء او بدون غطاء حسب الطلب. واحنا قلنا على الروف لازم يبقى الكيبل تري ويز كفر. زي ما احنا شايفين هنا في الشكل، في عندي لوحه مثلا طالع منها كيبل تري، كابلات متوزعه، في حاجات طالعه ستريت، في حاجات عامله شكل معين زي حرف التي، في حاجات هنا توزعت يمين وشمال، تمام، وفي حاجات طلعت مستقيمه، وبالتالي هو عمل اكس او كروس سيكشن. يبقى احنا في الشكل ده نقدر نشوف الستريت سيكشن، الحته المستقيمه دي، ونشوف الجزء اللي هو معمول على شكل حرف تي اللي هو ده، ونقدر نشوف اللي هو الكروس سيكشن او الحرف اكس. هنشوف اختلافات الارتفاع بتاع الكيبل تري والميول، هنشوف ان انا هنا بستخدم هنا على اليسار الريديوسر، هنشوف كل الانواع دي بالتفصيل. زي ما حضراتكم شايفين في الصوره اللي فوق، انا ممكن اعدي الكيبل تري بثبتها بفيكسنج هنا، تمام، في السقف على ليفلز معينه بحيث ما يحصلش تعارض بين الكيبل تريز المختلفه. وبنشوف هنا الاكسسوارز او الانجلز اللي موجوده، سواء كانت عندي بندنج ب 45 او بندنج ب 90، والكلام ده هنتعرف عليه بالتفصيل.
طبعا الكيبل تراي بثبتها يا اما على الحوائط اللي بيسميها وول ماونتد، او عن طريق البراكتس او الاكواع الوول براكتس، او ممكن تكون سسبندد في السقف عن طريق السسبندد رود او سسبنشن رود، اللي هي الرودات الخاصه بتثبيت الكيبل تراي. في منها اليونت لينس اللي هي المستقيمه، في هوريزونتال ال كونكشن، في ال كونكشن بيبقى في منها هوريزونتال وفي منها فيرتيكال. في عندي التي كونكشن اللي احنا شفناها من شويه، في عندي الكروس سيكشن زي ما احنا شفنا دي يا شباب اللي على اليمين كده عند الماوس، دي التي كونكشن. هنا في عندي الكروس كونكشن زي ما هو باين عندي في الرسم. لو احنا بصينا على الرسم ده هيجيب لي معظم الكومبوننت الخاصه بالكيبل تري، زي ما احنا شايفين هنا ده ال ال جانكشن، ال ال جانكشن واخده شكل حرف ال. في هنا الجزء ده ستريت، في هنا عندي الجزء الثاني ده اللي هو بيسموه فور واي جانكشن، اللي هو الوصله الاربع اتجاهات او اللي احنا بنسميها اكس كونكشن. في الاليفيشن تشينج، ان انا بغير الليفل بتاع الاليفيشن، باخد ميول مايل كده تمام. في عندي الستريت سيكشن زي ده، الجزء ده ستريت سيكشن. في عندي الريديوسر اللي هو واسع من ناحيه وضيق من الناحيه الثانيه، ده بيسموه الريديوسر. في عندي التي جانكشن، ده شكل التي. في طبعا بعض الاكسسوارز زي الكيرف تري اكستنشن، في عندي الووتر فول تمام، في عندي الوول ماونتد اللي بتثبت على الجدار، في السنتر سبورت كيت، ده السبورت اللي موجود في السنتر. الريزد فلور سبورت، ده خاص بالريزد فلور. اليونيفرسال لوبنج، ده بعض الاكسسوارز. التري اكستنشن خاص بالكيبل تري. ترابيزوريال سبورت كيت اللي انا ما اقدر اثبت بيها. زي ما احنا شايفين هنا في عندي ستاندرد اوف كيبل تري دايمنشنز. الدايمنشنز بتاعتي يا شباب يا ريت نحاول نحفظ الارقام دي كويس جدا، هي اللي موجوده في الكتالوجات. في عندي الويدث اللي هو العرض، ودي اهم حاجه عندي، في منه 5 سم و10 سم و15 و20 و25 و30 و35 و40 و50 و60 و70 و80. وفي عندي متر، يبقى ده الستاندرد الخاص بالويدث، ده اللي انت هتختار من خلاله. الهايت بيبقى يا اما 5 سم يا اما 7.5 سم يا اما 10 سم. في ناس بتصنع فابريكيتد 15 سم الهايت، في ناس بتصنع 20 سم، بس دول الكومون عندي واغلب اللي شغال معانا اللي هو ال 5 سم وال 10 سم زي ما شفنا في الجدول الاول. في عند السكنس في 1 مللي يا شباب، وفي 1.2 وفي 1.25 وفي 1.5 و2 و2.5 كمان، بس دول الكومن عندي اللي هو الواحد وربع والواحد ونص والاثنين ملي. الكفر السكنس بتاعه غالبا بيكون 1.25 ملي متر. يبقى انت لازم تتاكد من المواصفه الخاصه بالكيبل تري في المشروع عندك وتشوف ثلاث حاجات: الويدث العرض الخاص بالكيبل تري، الهايت الارتفاع الخاص بالكيبل تري، التخانه الخاصه، ودي مهمه جدا في ناس كتيره بتلعب فيها، يبقى مواصفات المشروع التخانه 2 ملي ويجيب لك 1.5 ملي. الكفر بتشوف الكفر الثيكنس بتاعه كام. هنبدا نشوف بعض الاكسسوارز او البندنج الموجوده في الكيبل تري. زي الستاندرد اوف كيبل تري هوريزونتال بندنج، في عندي هوريزونتال بندنج 90 درجه او بيسموها البندنج ب 90، كوع 90 درجه. طبعا زي ما احنا شايفين هنا الكوع ده في عنده ويدث واحد زي ما هو واضح على اليمين W1، وفي W2 اللي هو ويدث 1 وويدث 2. ويدث 1 وويدث 2 لو انتم ملاحظين كل الارقام دي هي ويدث 1 هو ويدث 2، يعني ال 5 5 ال 10 10 ال 15 15 ال 35 35 وهكذا. والارقام دي هي الاستاندر اللي احنا قلنا عليها هنا في الجدول اللي في اليسار. في عندي ال 5 وال 10 وال 15 وال 20 25 وال 30 وال 35 وال 40 وال 50 وال 60 وال 70 وال 80 والمتر زي ما قلنا تمام. الهايت الستاندرد بيبقى 5 او 10 سم، والثيكنس بيبقى 1.25 او 1.5 او 2 تمام ملي متر، والكفر الخاص بالبندنج 90 بيبقى 1.25. في عندي هنا ستاندرد هوريزونتال بندنج 45 كونكشن، دي زاويه اللي الرسمه فيها يا شباب، هنا بيعمل لي بندنج ب 90، هنا بيعمل لي بندنج ب 45 زي ما احنا شايفين. الستاندرد الويدث بتاعي في عندي ويدث اللي هو على اليسار ده ويدث 1، في هنا على اليمين ويدث 2. الانجل دي البندنج 45 تمام، نفس الكلام بس هنا البندنج 45، اللي فاتت كانت البندنج 90. هنا الرسمه الجديده دي خاصه بالهوريزونتال تي كونكشن زي ما شفنا التي، في عندي هنا W1
اللي هو اللي على اليمين، في عندي W2 على اليسار، وفي عندي اللي في النص اللي واخد شكل الحرف T اللي هي W3، نفس القصة بنفس الأرقام الستاندرد والهايت والثيكنس والكفر لو كان في كفر للجزء الخاص بالتي. في عندي الستاندرد اوف الاكس او التري اللي على شكل اكس، تمام. نفس القصه في عندي W1 اللي على اليسار، W2 فوق، W3 يمين، W4 تحت، نفس الارقام الستاندرد والهايت والثيكنس والكفر. في عندي الكيبل لادر، ده شكله شغال في العملي، انا بثبت هنا الكونكشن على الجدار، وده اخد لادر، ده سلم انا بثبت عليه كيبل مثلا سي داخل على الترانسفورمر. بعد كده ببدأ اشوف بعض الكونكشنز، زي في عندي في الستريت لادر هنا، في الجزء ده اسمه ستريت لادر، تمام. في عندي الانترنال بيند لادر، اللادر معمول له بيندنج للداخل، وفي الاكسترنال بيندنج لادر معمول له بيندنج للخارج. زي ما انتم شايفين البيندنج بيبقى يا اما اكسترنال او انترنال. هنا ده شكل الانترنال، التقويسه دي شكل الانترنال، او كده اكسترنال للخارج. في هنا الجزء الخاص باللادر الريديوسر، كان ضيق هنا عندي W2 وهنا في عندي W1، W1 طبعا اكبر من W2. في عندي الفلات تي واي لادر، في لادر على شكل حرف تي فلات، في فلات بند لادر، في بندنج للادر بويدز مختلفة، تمام. في فلات فور واي، فور واي اللي هو اكس كونكشن او بيسموه الفور واي لادر. في بعض الملاحظات المهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، ده بناء على الكود المصري. بالنسبة لحوامل كابلات التيار الخفيف يجب ان تكون مصمتة. حوامل التيار الخفيف اللي هي الكيبل تري الخاصة باللو كارنت بتبقى سوليد، او احنا بنسميها كيبل ترانك. تصنع مكونات وملحقات، ولازم تثبيت حوامل الكابلات من مقاطع يا اما من الصلب او الالومنيوم او الصلب الذي لا يصدأ، او الفايبر جلاس مع امكانيه معالجه الاسطح بطبقه اضافيه. انا ممكن طبعا ادهنها ببوكسي او الدهانات الخاصه بالعزل، وبتكون طبعا جميعها مطابقه للمواصفات او المواصفات القياسيه المصريه او ما يناظرها من المواصفات. طبعا الاطراف مهمه جدا يا شباب، تهذيب الاطراف المقطوعه بحيث تصبح مستويه خاليه من اي تشوه او عيب، وتكون حامل الكابلات ذات حواف خاصه بحمايه الكابلات. لازم الحواف الخاصه بحامل الكابلات يا شباب تبقى مستويه متنظفه كويس عشان ما تاثرش على اي فني بركب الكابلات. بعد كده تكون الرفوف من الداخل خاليه من الحواف الحاده، لازم تكون طبعا الرفوف نفسها دي خاليه من الحواف الحاده او النتوءات اللي بتضر الكابلات او بتضر الناس اللي بتركب حوامل كابلات. تكون حامل كابلات ولازم التثبيت الخاصة بها معالجة ضد الصدأ، دي مهمة جدا. لازم تبقى الحوامل كابلات او الكيبل تريز ولازم التثبيت معالجة ضد الصدأ، يا اما بالجلفنة او بالدهان. يجب تقريض حوامل الكابلات، دي مهمة جدا جدا. لازم اقرب حوامل كابلات، لازم اتأكد ان كل حوامل كابلات متقربة. تمدد الكابلات على الحوامل بحيث لا تشكل اكثر من طبقه واحده، وتثبت عليها بواسطه مرابط خاصه او كونكشنز انا بربطها بيها، لازم اثبت على طبقه واحده. لا تقل المسافه بين كابلين متجاورين على اي حامل عن القطر الخارجي لاكبرهما، دي مهمه جدا. لما اجي اوزع الكابلات على الكيبل تري لازم المسافه بين كل كابلين لا تقل عن القطر الخارجي للكابل الاكبر فيهم، تمام. ولا تقل هذه المسافة عن ضعف القطر الخارجي لأكبرهما في حالة الكابلات، طبعا ده لو كان سنجل فيز. لو كانت في كابلات ثلاثية الطول أو الثري فيز المسافة لا تقل عن ضعف القطر الخارجي، يبقى في السنجل بتبقى أكبر من القطر الخارجي، في الثري فيز بتبقى أكبر من ضعف القطر الخارجي. طبعا يستفاد في حالة استخدام الكابلات بتحميلها بكامل ساعتها لحمل التيار، بينما اذا تقاربت الكابلات على المجاري لها فانه يجب تطبيق لو انا دلوقتي حطيت الكابلات على مسافات بقدر استفيد من الساعه الكامله بينها، او اما انا لو حطيتها متجاوره او متجمعه مع بعض على مجاري الكابلات لازم ادخل معايا الجروبنج فاكتور، وده خدناه في المحاضره بتاعه الكابلات. حوامل الكابلات لازم تتثبت على مسافات منتظمه
لا تقل عن متر ونص على الأقصى، يعني لا تقل عن، يعني ممكن تبقى متر، متر ونص، متر وربع، متر وعشرين، بس المهم المسافات بين الحوامل لا تزيد عن متر ونص. دي معلومة مهمة جدا في حال استخدام الحوامل ذات الشرائح المعدنية المستعرضة، يراعى ألا يزيد المسافة بين كل شريحتين متتالية. طبعا لازم يكون الحوامل هنا، لو أنا عندي شرائح معدنية مستعرضة لازم المسافة لا تزيد عن 30 سم بين الشريحتين. جميع دوائر الطوارئ تكون منفصلة عن الدوائر العادية، بحيث لو الدوائر العادية اتحرقت تمام هتحرق الفاير بارير لكابلات الطوارئ، ولو وضعت في حامل لوحده لتوفر جميع أن تضع بينهما، لو وضعت في حامل واحد للتوفير يجب أن تضع بينهما اللي هو الفاير بارير. لا تضع كابلات الجهد المتوسط مع كابلات الجهد المنخفض مع كابلات إضاءة أو تليفونات مع بعض في نفس الحامل، يتم وضعها بشرط ألا تقل المسافة بينهما عن 30 سم. لا تضع كابلات التليفونات تحت كابلات خطوط النقل والأبراج، لأنه لو وقعت كابلات خطوط النقل والتي قد تصل إلى 500 كيلو فولت على خطوط التليفونات ينتقل خلال خطوط التليفونات تمام السيجنال الموجودة، ممكن تحرق السنترال بأكمله. طبعا هنا بنشوف في الكيبل التري هاو تو تشوز الكيبل تري اكوردنج تو الكيبل دايامتر. في عندي الفور كور كيبل وذ ستاندرد كبر كوندكتور والانسيوليتد بي في سي والتشيس بي في سي. الانسيوليشن بيبقى 600 على 1000 او 6 من 10 على 1 كيلو فولت. طبعا هنا زي ما احنا شايفين النومينال كروس سكشنال اريا مساحه المقطع، هنا في عندي الكروس سكشن اريا لو كانت 6 او 10 او 16 بياخد كيبل تري الويتس بتاعه 50 ملي او 5 سنتي. طبعا هنا الاوفرول دايامتر القطر الكلي بالملي متر تمام. وفي هنا عندي ابروكسيميت ويت الوزن بالكيلو جرام للمتر. طبعا هنا الاشكال المختلفة للويتس، طبعا هنا في عندي الويتس الـ50 ملي او 5 سنتي، هنا في الويتس اللي هو 7.5 سنتي، في الويتس اللي هو 10 سنتي. هنا بيقول لي ابروكسيميت نمبر اوف كيبل، عدد الكابلات اللي ممكن تركب 3 لو الكيبل تري ده تمام شايل كابلات 6 ملي متر تربيع. طبعا هنا الفول لود بالكيلو نيوتن على المتر اللي هو بيساوي 1 من 100 تمام كيلو نيوتن على المتر. طبعا ده الجزء الخاص بالكيبل تري الـ5 سنتي. في بعد كده الكيبل تري الـ10 سنتي، في عند الكيبل تري الـ15 سنتي، في عند الكيبل تري الـ20 سنتي، الكيبل تري الـ25 سنتي، وهكذا. بنبدأ نشوف بعد كده الكيبل تريز بتتوصف ازاي، الديسكريبشن بيبقى بتاعها ازاي. بيبقى فيه هنا كاتب لي كيبل تري ده 100 ملي متر ويتس، يعني الويتس بتاعه 10 سنتي في 50 تمام هايت، الارتفاع بتاعه 5 سنتي في السيكنس بتاعه 2 ملي تمام. بيبقى هوت ديب جالفانايزد، هوت ديب جالفانايزد. في هنا كيبل تري تاني بس الويتس بتاعه 30. دول اكثر الكيبل تريز المنتشره، ال 10 سنتي ويتس وال 30 سنتي، ارتفاعها 5 سنتي والتخانة بتاعتها 2 ملي. طبعا الاكسسوارز بيبقى في عندي هوريزونتال تي زي ما شفنا بمواصفات معينة، بتبقى مثلا 100 100 ملي، يعني 10 سنتي او 30 ملي. في هوريزونتال كروس، في هوريزونتال كروس، في هوريزونتال البو. دي بتبقى الاشكال المختلفة للكيبل تري. وبنشوف طبعا الاشكال المختلفة للكيبل لادر. نبدأ نشوف الكلام ده في الكتالوجات، في الكتالوجات الخاصة بالسويدي والكتالوجات الخاصة بمصنع عصام قباني. هنبدأ نشوف الكتالوجات دي بالتفصيل إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.